السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت بهاد الفيديو تاع هاد الكيفية تاع تيراميسو إكسبريس. تيراميسو هذا تخدميه فيه 5 دقائق ويجي بنين بزاف وتحلية هايلة. شهر رمضان معظم ولا اليامات تاع السخانة تاع الصيف كيفية هايلة. نبداو ديريكتومون نبداو هذا اللي نشمخو فيه لي بودوار. درت مغرفة تاع نسكافيه، مغرفة تاع سكر، وكاس ماء دافي سخون، يعني سخون. تخلطي مليح مليح هاد الخليط، تخلطيه مليح مليح وتخليه بجيه. هذا اللي تشمخي به هادوك لي بودوار ولا لا لونغ دو شا ولا كل واحد واش يسميه. هنا نبداو الكريمه. درت قرعه تاع كريمه طازجة كريم فريش اللي دير 450 مللتر، وزدت شويه يتسمى كامل. درت واحد نص لتر تاع كريمه طازجة تكون بارده بزاف بزاف. هاد لا كريم فريش تكون خرجتيها من الفريجيدار بيان سور. طلعيها يا بالباتور يا بالبيتران. انا درتها بالبيتران، تحبي تطلعيها بالباتور تطلعيها. هي تبدا تطلع وانتي ديري واحد 50 غرام تاع السكر ولا اقل شويه. تبداي على دفعات تضيفي بالعقل بشويه وتخليها تطلع. هاي لك حتى كملت الكميه تاع السكر كامله. ماشي لازم تكون حلو بزاف، ندات غير شويه. وهنا هاد البواطه تاع الماسكاربون اللي دير 200 غرام تاع ماسكاربون. بديت نضيف كي طلعت هذيك الكريمه طازجه، بديت نضيف بشويه تاع الماسكاربون. وكنت درت مغرفه كبيره تاع لافاني اللي ما بانت ليش لا فيديو راحت لي. هاي ليك بعد ما طلعت كامل الماسكاربون مع لا كريم فريش، وكنت ضفت مغرفه كبيره تاع لافاني. ما قادر تصيبهم تحت لا فيديو في صندوق الوصف. هاي ليك الكريمه كيفاش جات خفيفه وبنينه هايله. وهنا شديت هاد لي بودوار هادو، بديت نشمخ فيهم بالعقل. هنا عندي 4 باكيات تاع لي بودوار، وجدت كلش لاكريم ومع الخليط تاع نسكافيه والسكر والماء. وهاد المول يدير 22 سنتيمتر دو شاكوتي، يعني 22 سنتيمتر في كل جهة مربع. هذا رفد لي 4 باكيات تاع لي بودوار. بديت نشمخ جهه واحده، ما تشمخيش كامل باش ما تجيكش مشمخه بزاف. التيراميسو ما يجيكش مشمخ بزاف. شمخ جهه واحده ونحطهم نستفهم بيان في المول. هاي اللي كيفاش بديت نشمخ بالوحده ونحطها. وديري تست فيهم حتى تعمري كاع لا بروميير كوش كاع بهاد لي بودوار بالقهوه. هاد الكيفية سهلة وديريها في 5 دقائق، سهلة بزاف بزاف. هاي لك بعد عمرت لاكوش الاولى بلي بودوا اللي بعد ما شمختهم، درت الكمية تاع الكريمة قسمتها على النص. درت النص فرغتو هنايا، درت اون كوش تاع لاكريم. وتجي بزاف تاع عايلة هاد التيراميسو ويجي بنين بزاف، وان شاء الله تعجبكم الكيفية هادي وتعملوها. درت نص كمية تاع الكريمة، فرغتها فوق لي بودوار اللي بعد ما شمختهم، وبديت نيغاليزي فيها، نسقمها بيان بلا سباتول. هاي اللي كيف سقمتها. زدت لاكوش الدوزيام تاع لي بودوار، نشمخ ونحط. وتقطعي خصك مرسو تقطعي، ما كاش مشكل، ما راحش يبان من بعد، يتغطى كامل بالكريمة. توجور تشمخي جهه واحده وتبداي تسدفي فيهم حتى تعمري كامل لاكوش. وزدت كملت الكميه الكامله الثانيه تاع لاكريم. هاد نص الكميه اللي قعدت لي تاع الكريمه حطيتها كامل من الفوق، وبديت نسقم فيها مليح مليح. نساويها نساوي السطح تاعها باش تجي بيان ليس. هاي ليك سقمتها مليح. ومن بعد جبت هاد السباتول هادي تاع
تاع اللي تديري بيهم المونطاج تاع لي جاتو، بديت نستف مليح مليح وتنحي الزايد بيان سور، تيغاليزي مليح لا سورفاس باش تجيك شابة من الفوق. بعد ما سويتها مليح شوفوا كيفاش جات بيان ايغاليزي، تغربلي لها سكر غلاس عفوا الكاكاو من الفوق، تغربلي لها الكاكاو كامل لا سورفاس مليح من الفوق. من بعد ديريها في الفريجيدار تبرد مدة ربع سوايع ولا 5 سوايع حتى تجمد تكون مليحة باش تقطعيها تجيك سهلة. وجات كيفية هايلة، و5 دقايق عملتها، ونتمنى ان شاء الله تعملوها وتنجحوا فيها. وإلى اللقاء في الفيديو الجاية وكيفية جديدة. مع السلامة.